نروح لخبر تاني عن طبعا حضراتكم عارفين انه الفريق حصل على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بتنتهي النهاردة بعد طبعا ما قرر الجهاز الفني بقيادة موسيماني انه يمنح اللعيبة راحة سلبية 48 ساعة بعد طبعا ما فزنا على الوداد بهدفين. الهدف من الراحة زي ما حضراتكم اكيد عارفين ان يعني بيحاول انه يحافظ على اللعيبة بيمنحهم قدر كافي من الراحة بعد رحلة السفر الطويلة وتغيير طبعا الأجواء ما بين مصر والمغرب، والنهاردة بيعود مرة تانية للتدريبات بكرة بإذن الله. طبعا خلاص الفريق أغلق ملف مباراة الذهاب زي ما اتكلمنا، وكل تركيزه دلوقتي في أنه خلاص هيدخل مباراة الإياب وهو في قمة تركيزه، وإن شاء الله يواصل التوفيق ويحقق نتيجة إيجابية في مباراة يوم الجمعة إن شاء الله، ونوصل للنهائي. هو ده المهم، نوصل للمباراة النهائية رسميا بإذن إن شاء الله. بإذن الله زي ما بنقول كل الاستعدادات على أتم جاهزية على مستوى الفني والبدني. موسيماني بيدي اللعيبة راحة لمدة يومين إن شاء الله، بكرة يتواصلوا للتدريب إن شاء الله بكرة العصر في استاد التتش بالنادي الأهلي استعدادا للمباراة المهمة جدا. ولسه كمان ما أخبرنا مع النادي الأهلي إن الفريق الأول، وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ إن كمان محمود كهربا، كلنا كنا بنشوف حالة كهربا إيه، محمود كهربا اقترب من إعلان جاهزيته للتواجد داخل الحسابات الفنية إن شاء الله لمباراة الوداد. كابتن سيد أضاف إن اللاعب يعني ماشي بشكل جيد جدا جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي، وبقى قريب جدا من العودة للتدريبات الجماعية. كابتن سيد قال كمان إنه هيكون قريب من الانضمام للقائمة وفي مباراة الوداد إن شاء الله. طبعا كل ده تحت رؤية المدير الفني موسيماني. حال تأهل كهربا بشكل كبير جدا اكيد هيكون في القائمه، وجوده في الملعب ده على طبعا دي مساله فنيه بحته، وانا في اعتقادي الشخصي يعني ان شاء الله كهربا يكون موجود في القائمه ان شاء الله، يكون ليه دور. يعني ما اعتقدش ان ممكن كهربا يبدا المباراه لو حتى جاهز، لان بقاله فتره بعيد وبيرجع من اصابه. اللاعب اللي راجع من اصابه دايما لازم يكون جاهز 100% اولا طبعا. والجزء الثاني ما اعتقدش هيبدا، لكن ممكن يكون ليه دور في المباراه. يعني ممكن موسيماني لو كهربا موجود يبقى ليه دور في الشوط الثاني، على حسب طبعا الحاله الفنيه للعيبه وعلى حسب كمان نتيجه المباراه. فوجود كهربا في القائمه ده شيء ايجابي. يعني دايما بنتكلم ان احنا لازم يكون عندنا دكه كويسه صح. وده نقطه قوية. ايجابيه علشان المباريات الكبيره زي ديت بتحتاج كمان تغيير على المستوى الفني، والتغيير على المستوى الفني او تغيير شكل المباراه ده بيجي من الدكه. فوجود كهربا ان شاء الله، والكابتن سيد مطمنا ان شاء الله ان هو في حاله جيده ان شاء الله يكون متواجد في القائمه ويكون له دور باذن الله. ان شاء الله.